المشاهدين اللي يشاهدون برنامج هنا الداخلية، رحب بكم أجمل ترحيب، وأيضا ننقل التهاني والتبريك لكل شعبنا بيوم النصر العظيم اللي تحقق على فلول داعش بسواعد الأبطال من مختلف القوات الأمنية، ولا سيما أبطالنا في وزارة الداخلية، الشرطة الاتحادية، الرد السريع، وبقية الصنوف اللي ساهمت بمختلف الصنوف اللي ساهمت في تحرير النصر والتحرير والنصر، وإن شاء الله مستمرين إخوانكم في وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستمرارية لخدمة المواطنين. رحب بالسادة الضباط الحاضرين ويانا، أبدأ بالترحيب مع العقيد جاسم. مساء الخير سيدي. مساء الخير مقدم ناطقي، وتحياتي لك وجميع ضيوفك الكرام ومستمعي ومشاهدي قناة وطن. شكرا جزيلا. انتقل بالترحيب اليوم يعني ينضم لنا المقدم حيدر شاكر ممثلا على مديرية الامور العامه. مساء الخير. تحياتي لك وتحياتي لاخوه الضباط والاخوه المستمعين في شاشه وطن. تحياتي لك، شكرا جزيلا. مقدم انمار، مساء الخير على حضرتك ممثل عن مديرية الخدمات والامور الطبيه. اشكرك اخي مقدم ناطق، اشكرك واشكر جميع حضورك، جميع اخوان المشاهدين، وسلام على تلك الأيام، سلام على أرواح الشهداء، سلام على جرحانا، سلام على قطرات دم المضحين. نبارك لكم عيد النصر، عيد انهزام وعيد الانتصار على الفلول الإرهابية لعصابات داعش. أحسنت، شكرا جزيلا. رحب بالرائد مهند ممثلا عن قيادة قوات الحدود. مساء الخير. مساء الخير سيدي عليك وعلى السادة الضباط الحضور وعلى جميع مشاهدي قناة دبليو تي في وطن ومستمعي إذاعة وزارة الداخلية. شكرا جزيلا. أيضا الترحيب موصول للرائد علي ممثلا عن مديرية الأحوال والجوازات والرقابة. مساء الخير. مساء الخير سيدي، حياك الله. تحية لأخوة السادة الضباط ممثلين الوكالات والمديريات في وزارة الداخلية، وإلى متابعين ومشاهدين إذاعة وزارة الداخلية وقناة وطن. شكرا جزيلا. النقيب علي، مساء الخير على حضرتك مديرية الأبطال شهداء وجرحى. مساء الخير. أهلا وسهلا بك سيدي، ومساء الخير عليك وعلى جميع السادة الضباط والحضور والمشاهدين على قناة دبليو وطن وإذاعة وزارة الداخلية. شكرا جزيلا. أيضا انتقل إلى أخونا الملازم أول عمر. مساء الخير على حضرتك ممثل عن وكالة شؤون الشرطة. تحية طيبة سيدي مقدم ناطق. شكرا جزيلا. تحية لسادة ضباط الحضور، تحية لسادة المشاهدين، شكرا جزيلا سيدي. شكرا لحضرتك. أبدأ كالمعتاد بالتذكير بهواتف القناة، بإمكانكم الاتصال على الأرقام اللي موجودة أسفل الشاشة، وأيضا التواصل عبر السوشيال ميديا اللي مثبتة. الأرقام التالية 077-1-688-663، والخط الآخر 078-1-45-1-8-4-1-4. راح نكون ياكم أكيد نستقبل اتصالاتكم بعد ما نأخذ الأهم نشاطات وإنجازات المديريات الحاضرة ويانا في برنامج هنا الداخلية. أبدأ مع العقيد جاسم. مساء الخير سيدي على حضرتك، أهم إنجازات أو النشاطات اللي قدمتها مديرية الموارد البشرية. طبعا ما أنسى أن أقدم الشكر والتقدير للواء حسين سبهان لجهوده الإنسانية الحديثة اللي متواصلة يعني، وخصوصا الحالة الإنسانية اللي يعني ساهم ب يعني مساعدتهم خلال مدة قصيرة جدا، ولله الحمد. تحياتنا سيد اللواء، وأيضا من خلالك يوصل الشكر والتقدير إن شاء الله. أشكرك مقدم ناطق. أكيد سيد المدير العام حريص جدا على استجابة لجميع طلبات إخواننا في وزارة الداخلية من الضباط والمراتب والموظفين المدنيين، وهذا هو أساس عمل الموارد البشرية وخطوة جديدة بالعمل مديرات إدارة الموارد البشرية، وتأكيد سيادة الوكيل الأقدم والمدير العام إدارة الموارد البشرية المحترم بانتقال إلى العمل الميداني والاستماع إلى كافة الطلبات والمناشدات. نعم. من نفس هذا السياق زار السيد وكيل الوزارة الأقدم المديرية التدريب والتأهيل كعمل ميداني، وبصراحة للالتقاء بهذه المديرية المهمة. مثل ما تلاحظ أن السيد وكيل الأقدم يزور بنفسه ويتابع كافة الدوائر التابعة إلى وكالة الإدارية، وحيث أكد سيادته بعد الالتقاء بمدير عام التدريب والتأهيل وكذلك مدراء أقسام وشعب والمديرية، مؤكدا على استخدام الأساليب العلمية. نعم. لرفع الكفاءة منتسبي وزارة الداخلية. هذه المديرية المختصة في التدريب والتأهيل
وتلاحظ متابعة كافة الأمور البسيطة التي نعم. نعتبرها بسيطة، ولكنها نرى السيد الوكيل يتابعها بنفسه وتفتيش لكافة الأقسام والمديريات والاطلاع على العمل المديرية. هذا الأسلوب هو أسلوب جديد بصراحة انتقلت به الوكالة الإدارية للتعرف والوصول إلى منتسبيها واستخدام الأساليب الحديثة. طبعا الوكيل الأقدم خلال هذا اللقاء أكد على استخدام الأساليب الحديثة، ومن خلال هذه الزيارة مثل ما تلاحظ كانت هناك ورشة عمل قد هيئتها مديرية التدريب والتأهيل اللي هو هي لمناهضة العنف ضد المرأة، كان شعارها معا لوقف العنف ضد المرأة. أكد من خلالها دور المرأة في وزارة الداخلية من خلال مشاركتها ضباط ومنتسبي وموظفي للوزارة، وقد أخذت دورها في العمل جانب الرجل. أكد أنه نصف المجتمع ولها دور كبير في نجاح و عمل الوزارة. هذه الورشة هي حدثت في يوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. من خلال المديرية أوضحت أنه مشاركة المرأة في العمل مع الرجال في العمل في وزارة الداخلية هو عمل مشترك. طبعا السيد الوكيل الأقدم كان حريص كل الحرص أن تكون للمرأة دورها وأسلوبها و تقوم بواجبها بجانب الرجل. من نفس السياق قامت مديرية الموارد البشرية ومن خلال شعبة الجودة والتطوير المؤسسي كذلك بورشة بنفس السياق. حضرت ممثل النساء العاملات في وزارة الداخلية. طبعا مدير عام إدارة الموارد البشرية كذلك كان له دور ميداني في زيارة مديرية حماية المنشآت. حيث التقى بمدير عام لحماية المنشآت وأكد على وضع آليات التعاون واستخدام الأساليب الحديثة لتطوير العمل والاتفاق أن تكون كافة الأمور بسرعة وآلية مبسطة. مدير عام إدارة الموارد البشرية له جولات تفقدية يومية. يعني حقيقة احنا الاختلاف اللي لاحظناه مع الإدارة الجديدة للموارد البشرية، الجولات الميدانية اللي تصير على توابع الموارد البشرية والإدارات اللي خاصة بالوزارة، هذا شيء طبعا يعزز ويحفز بقية المفاصل. طبعا هي الزيارات الميدانية طبعا هي مشجعة للمنتسبين. وكذلك هي أسلوب جديد لمعالجة كافة الأمور بحيث يشعر المنتسب ويشعر المراجع بأن المدير العام أو المسؤول هو قريب كل القرب عن الأمور، كافة الأمور الإدارية. مثل ما تلاحظ يجلس خلف المكتب ويستمع إلى الطلبات والمناشدات والمعوقات، هنا يلتقي بمديرية الأرشيف التي كان لها دور كبير في تصحيح الأسماء وكذلك ترقية الضباط. طبعا وقد أبدى مدير عام إدارة الموارد البشرية المحترم امتنانه وشكره لهذه المديرية التي ترأسها الست سناء المحترمة لدورها في تطوير هذه المديرية واستخدامها للأساليب الحديثة للعمل. كما زار السيد مدير عام إدارة الموارد البشرية مديرية إدارة المراتب كذلك. هذه الجولات مثل ما ذكرت الأخ المقدم ناطق، جولات تساعد في حل كثير من الأمور. مدير عام إدارة الموارد البشرية مثل ما تلاحظ التقى ويلتقي دائما بمنتسبين، وهنا التقى بمدراء الأقسام ووجه بالاهتمام بالعمل وتسهيل الإجراءات. كان هناك في الحلقة السابقة تنويه مهم أنه مدير عام سوف يلتقي يوم 9/12 ليوم الخميس بالمتقاعدين والجرحى وذوي الشهداء. فعلا التقى السيد مدير عام إدارة الموارد البشرية من خلال مديرية التقاعد بهذه الفئات واستمع إلى مطالبهم وكذلك لحل مشاكلهم. السيد مدير عام حريص أن معالجة كافة الأمور وتطوير العمل وجعل هناك مقياسا للعمل من خلال المفاضلة بين الضباط والمراتب لتشجيع الضباط والمراتب لأخذ دورهم. وطبعا
هذه الامور طورت كثيرا من عمل مديريه اداره الموارد البشريه. نعم. وبالتالي شجعت كافه المنتسبين لاظهار مهاراتهم وكذلك تطوير اساليبهم في العمل الاداري. نعم. اكيد هذه النشاطات اللي ذكرتها حقيقه هي جزء من كل، وان شاء الله مستمرين في تقديم يعني الخدمه الاصوليه من خلالكم ومن خلال بقيه مفاصل الوزاره. تحياتي لك وشكرا جزيلا. انتقل الى المقدم حيدر، مديرية المرور العامه من المديريات الفعاله، ويعني معتادين كل اسبوع ناخذ تحديث او توجيه او نصيحه من خلال اخواننا في مديرية المرور العامه. طبعا التحيه موصوله لحضرتك، الى السيد اللواء مدير المرور العام ومدير الاعلام العميد حيدر، وان شاء الله تطلعنا على اهم النشاطات والانجازات. تفضل. اشكرك اخوي مقدم ناطق. احنا مديرية المرور العامه مثل ما تعرفون دائره خدميه. نعم. تخدم اخواننا المواطنين في شقين. نعم. نعم. في شق استخدام المركبات في جانب في الشارع. نعم. وكذلك في تسجيل مركبات واصدار اجازات. نعم. في تسجيل مركبات واجازات سياقه. نعم. فيما يخص الشق الاول، استمرار حملة التوعية من قبل قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة بإشراف السيد مدير المرور العام المحترم، حيث تم طباعة أكثر من 3000 بوستر وتوزيع على الأخوة سائقين المركبات في شوارع العاصمة الحبيب بغداد وبقية المحافظات. كذلك تم فتح جسرين مهمين في جانب الرصافة. مثل ما لاحظتوا، أعتقد لاحظتوا هذا الجسرين في جسر ديار القديم. نعم. تخفيف حركة السير المركبات من هذه المنطقة في سيطرة بغداد واسط. نعم. عندنا فيما يخص جانب طباعة اللوحات من خلال برنامجكم، أنوه. نعم. للأخوة المواطنين أنه في تسجيل تم طبع جميع اللوحات في موقع تسجيل كاظمية. نعم. لغاية 8/10/2021. نعم. هذه اللوحات بإمكان المواطنين اللي انجزوا معاملاتهم لغايه 8/10/2021 يعني يقدر يدخل على رابط معين، يتصل او يجي اشعار على تليفونه انه كملت اللوحه مالتك، تقدر تجي تستلمها. يقدر يطب على الموقع. نعم. الرسمي لمديريه المرور العامه ويتاكد. تمام. انه اذا هي دعوه انه الاخوان اللي مقدمين على لوحات لغايه 8/10 في موقع كاظميه، لغايه 8/10 اكو لوحات جاهزه، اللي عنده منتظر لوحه خليه يدخل يتابع حتى اذا كملانه يستلمها ويخلص من المتابعات. اي كذلك. نعم. تم طباعه اللوحات الخصوصي في موقع تسجيل التاجيات لغايه يوم 19/11، يعني المعاملات المنجزه لغايه يوم اللي مستلم سنويته لغايه يوم 19/11/2021 يستطيع انه يراجع مدير موقع تسجيل التاجيات. نعم. لغرض تثبيت اللوحات. وكذلك تم طباعه جميع اللوحات الاجره والحمل في موقع التاجيات والغزاليه بشكل تام. تمام. يعني يستطيع المواطن اللي عنده لوحة في تاجيات. نعم. والغزالية بالذهاب إلى موقع تاجيات أو غزالية تثبيت لوحات. تمام. المواطنين هسه بشكل عام إحنا أصدرنا خلال هذا الأسبوع. نعم. اللوحات اللي تم طباعتها تم طباعة 26,000 لوحة و141 طباعة تامة. نعم. للمركبات. كذلك أصدرنا إجازات سياقة 18,572 إجازة سياقة. تمام. وكذلك طباعة سنويات أصدرنا 35,990 سنوية خلال هذا الأسبوع. زين، أريد أسألك سؤال يخص الموضوع طباعة الإجازات. أرجعنا إن شاء الله من سياق الحلقة. نعم. الإحصائية تبشر بخير إن شاء الله. استرسل باللي عندك حتى بعدين لاحقا نرجع لك بالسؤال. نعم. هذا حتى لا أقعد. إحنا طبعا من خلال برنامجكم. نعم. النوه للأخوة المواطنين أنه يراجعون مواقع تسجيل لغرض إصدار إجازة السوق. نعم. إجازة السوق إجازة مهمة لغرض قيادة المركبة. نعم. ولا يمكن للمواطن استخدام الطريق دون حملة إجازة السوق. تمام. فناشد الأخوة المواطنين بالذهاب إلى مواقع التسجيل، وإجازة السوق ما تطول عنده أقل من نص ساعة يطلعها. تمام. يستلمها. تمام. نعم. تحياتي. نعم. لك شكرا لحضرتك على هذا الإيجاز اللي يخص مديرية المرور العامة، وأكيد إحنا متواصلين وياكم. أنتقل إلى مديرية الخدمات والأمور الطبية مع المقدم المار. مساء الخير. أهم إنجازات هذه المديرية. أشكرك أخي مقدم ناطق. أهم إنجازات
هذه المديرية. إذا الأخ المخرج هنالك تقرير مصور للسيد الوكيل الأقدم من وزارة الداخلية حول استقبال المفوض أحمد مطرود لوتي المنسوب إلى قيادة شرطة الاتحاد، حيث أوعز سيادته بتكفل الوزارة بصرف العلاج. الأخ مفوض أحمد كان قد زارنا هذا اليوم في مديرية الخدمات الطبية، تم اطلاع على موضوع مناشدته وموضوعه، تبين أنه مصاب بقدم السكري. نشوف التقرير ونرجع. نعم. زميلنا المخرج نشوف نشاهد التقرير وبعدها نرجع إلى الأخ مقدم المار يزودنا بالتفاصيل. السلام عليكم. شلونك؟ استر عليك ان شاء الله. والله الحمد لله. الله يستر عليك. شخبارك؟ ان شاء الله بخير. الله يحفظك. شلونك حبيبي؟ شنو وضعك؟ احكي لي. والله سيدي عندي كلام شو سته حالي. ايه. وصارت عارض بالله بدي يعني استر على الزاوية. تعرضت للشرايع. صوبت. أول شيء جاك باب الله سبحانه وتعالى وبعدين باب الله خدمتك تؤمر يعني انتو بغاتنا ان شاء الله. نعم انا عاب عليها اذا اطلع برا وقل لي ان شاء الله. لا ان شاء الله ما تطلع، لا ان شاء الله احنا موجودين وابوابنا لك مفتوحة وقلوبنا مفتوحة واللي تحتاج ان شاء الله يجيك وزايد ان شاء الله. الله يحفظك. ما عندي امكانية اروح اراجع دكتور. نعم الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. هسه انت شنو اللي محتاجه بالضبط من عندنا حتى نكون بخدمتك؟ والله الله يستر عليك. الله يحفظك ويسلمك. هو من ازرق. عندك فد شيء هنا يعني عندك نقص علاج؟ انا عندي علاج والله. عندك علاج. وعندي هذا مسند دكتور. كتب لي هوائي. هسه يراد لك مسند. مسند اثنين. يراد لك اثنين صار. واحد منا واحد منا حتى امشي اتوازن. نعم. هذا واحد. علاجه؟ العلاج مالتي. علاج مالتك وين عندك شو اسمه حتى اخذ نقدر والله ما جايبه. مفكر هيك. لا جيب 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 لنا العلاج مالتك واحنا كل شهر نوصل لك العلاج لبيت. ان شاء الله. ماشي بس نطي عنوانك للوليد. بس الاول. ماشي اللي تريده. ماشي. بعد اي شيء بعد. اي خلاص هاي اعتبر الاوبر شهريا تجيك، شنو احتياجك الشهري؟ الوليد يزول لك الاوبر للبيت. خدمتك. وهسه الاخوه راح ينطونك هنا مساعده على مود تشتري المساند. وان شاء الله راح نسوي لك ان شاء الله منحه. كل شيء والله امانة الله وشو. ان شاء الله هسه كل شيء تاخذ. يعني لا اخ عزيز اخ عزيز. بس انا احكيك الصراحه وانت ان شاء الله ابوني واخوني كذي. ظهرت بي الامور وجد لقيت بابا. واحنا بخدمتك. والله العظيم. احنا اخوانك ان شاء الله. ما لهم عليك. ان شاء الله بخدمتك. اي والله ما لهم عليك. الله يحفظك وصلت ان شاء الله. يا امور نجيت عينه ان شاء الله. احنا اخوانك وما نقصر عنك والولد موجودين، شنو احتياجك ان شاء الله لبيه وزايد. وانت اللي انطيته هذا هو وسام يبقى على صدرك وصدورنا ان شاء الله. ان شاء الله. وما راح نقصر سواء بمساعدتك الماليه وسواء بالعلاج وشنو تحتاج. تليفون الولد يمك خابرهم يجونك للبيت، اي احتياج لك هم راح يلبونه واحنا بخدمتك. الله يحفظك ويسلمك. الله يحفظك. نسيت اللواء طول المساعده وخلي نسوي له المنحه حتى نكملها. الله يحفظك ويسلمك. شرفت. اهلا وسهلا بك. مع السلامه. نعم مستمعينا ومشاهدينا الكرام رجعنا وياكم. مقدم انمار شاهدنا هذه الحاله الانسانيه، طبعا هي من الواجبات اللي تعمل عليها وزارة الداخلية هي خدمة عوائل الشهداء والجرحى بالدرجة الأساس. حدثنا عن هالموضوع. أخي مقدم ناطق، أنت سيد العارفين أن السيد الوكيل الأقدم وزارة الداخلية الأستاذ حسين العوادي محترم هو قبل الجرحى، هذه حقيقة ليس أول حالة ولا تكون الأخيرة. سيادة الوكيل يوعز دائما أنه باستقبال وتلبية طلبات الأخوة الجرحى وكذلك عوائل الشهداء. فشكرنا وتقديرنا لسيد سيادة اللواء اللواء حسين مدير إدارة مكتب سيادة الوكيل، وأيضا المقدم مدير الإعداري لتسليط الضوء دائما على هذه الحالات، وننوه أنه سيد الوكيل يستقبل شخصيا طلبات ومناشدات الأخوة الجرحى والمرضى وكذلك عوائل الشهداء عبر موقعه الإلكتروني المنشور في صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك. بإمكان أي شخص أنه يراسل شخص
شخصيا هو سيادته مرات هو اللي يتكفل بالجواب وهو اللي ينظم مواعيد المقابلات. نعم. ايضا السيد المخرج يستعرض لنا بعض الصور. قامت مديرية الخدمات الطبية الندوة علمية بحضور الدكتور هيثم خلف العبيدي مستشار وزير الصحة للتوعية الصحية، وايضا الدكتور حسن مهدي قسم اعلام وزارة الصحة، وايضا بحضور المقدم طبابة صدام غازي نايف منسوب مديرية الخدمات الطبية حول تشجيع على تلقي اللقاح. هذه الندوة اقيمت في قاعة الشهيد احمد الخفاجي. ايضا بالنسبة لايضا صور هنالك لتأهيل شعبة وحدة الأسنان في مستوصف الشهيد البطل الدكتور علي إسماعيل، حيث يقوم الملازم طبيب الأسنان عبد الحسين هو منسوب مديرية الخدمات الطبية حاليا يقومون في هذه الشعبة بعمل الحشوات المؤقتة وكذلك عمليات قلع الأسنان. هذه ستكون خطوة أولى نحو تأهيل قسم كامل لطب الأسنان. سيكون هناك يعني محاولة للاكتفاء في مسألة عيادات طب الأسنان. أيضا حصلت موافقة السيد الوكيل الأقدم، وهذا عبر البرنامجكم ننوه على موضوع هذا الإعلان، أنه حصل موافقة السيد الوكيل الأقدم على إيقاف العمل في حاليا في قسم اللجان الطبية وللفترة من 15-12-2021 ولغاية يوم 1-1-2022 على أن تباشر العمل في هذا القسم. إعلان للإخوان اللي يراقبون مراجعة أو اللي عندهم إجراءات مراجعة على مديرية الخدمات والأمور الطبية، أنه راح تتوقف العمل لمدة 15 يوم لغرض إكمال أعمال الجرد السنوي وكذلك أعمال اللجان المتعلقة لهذه السنة على نهاية السنة. بالضبط. على أن يباشر هذه المواعيد اللي من تصادف مواعيدهم في هذه الأيام يباشرون بعد يوم 2-1 بصورة مباشرة. وأخيرا وليس آخرا حاول نستعرض بصورة سريعة أبرز نشاطات مديرية الخدمات الطبية ومستوصف الشهيد دكتور علي إسماعيل من الفترة من 17 ولغاية 14-12، حيث بلغت كالتالي: بل أولا بلغ عدد الإجازات المرضية الممنوحة من مستوصف الشهيد للفترة على 812 إجازة مرضية، وعدد الإجازات المرضية من المستشفيات المصادق عليها أيضا لهذه الفترة 46 إجازة مرضية لغاية نهاية الدوام الرسمي هذا اليوم المصادف 14-12. ثانيا بلغ عدد المسحات المجرات لكشف المبكر عن إصابة بمرض فيروس كوفيد 19 للفترة المذكورة أعلاهم في مقر مستوصف المديرية 46 مسحة. ثالثا بلغ عدد الإرسالات إلى المستشفيات التخصصية لمنح الإجازات المرضية للحالات الصعبة والحرجة والمجرى لها عملية جراحية أيضا لهذه الفترة 18 إرسالا طبيا. رابعا بلغ عدد مراجعي استشارية طب وجراحة العيون في المستوصف لغرض فحص نظر لاستمارة إجازة حمل السلاح 118 مراجعا، وعدد مراجعي فحص البصر لبيان نسبة العجز 38 مراجعا. خامسا بلغ عدد مراجعي وحدة الأشعة الطبية السينية في المستوصف ومقر المديرية 201 مراجع، حيث جرى تصويرهم شعاعيا لأعضاء الطبيب الأخصائي في طب وجراحة الكسور. سادسا بلغ عدد مراجعي وحدة المختبر الصحي في المستوصف 13 مراجعا، جرى عمل التحاليل المختبرية اللازمة لهم. سابعا بلغ عدد متلقي لقاح فيروس كورونا في مقر المستوصف والمديرية 194 شخصا، ممن تلقوا اللقاح في منفذ تلقيح مديرية الخدمات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة وبإشراف قسم الصحة العامة في المديرية. ثامنا بلغ عدد مراجعي وحدة طب الأسنان في مستوصف الشهيد 21 مراجعا. تاسعا وأخيرا بلغ عدد مراجعي وحدة الطوارئ في مستوصف الشهيد 84 مراجعا، تم تقديم لهم الإسعافات الأولية والتضميد والتجبير وغيرها من الخدمة الطبية الطارئة والعاجلة. وهذا كل ما لدينا لهذا النشاط. أشكركم أخي مقدم ناطق، أشكر الوقت الممنوح لتسليط الضوء على هذه النشاطات. تحياتي إليك، شكرا جزيلا، وشكر لكل الأخوان اللي ذكرتهم واللي يعملون على خدمة أخواننا المنتسبين في مديرية الخدمات والأمور الطبية. أنتقل إلى الرائد مهند، أهم نشاطات قيادة قوات شرطة الحدود أو الوكالة بصورة عامة، وكالة الأمن الاتحادي، تفضل. نعم سيدي، نبدأ بالزيارة سير قائد قوات حرس الحدود. نعم. إلى قاطع قيادة حدود المنطقة السادسة الماسكة للشريط الحدودي العراقي السوري. نعم. ضمن الحدود الإدارية لمحافظة نينوى. نعم. لذلك لغرض استلام قاطع الجيش العراقي الفوج الأول لواء 71. نعم. فرقة 15، والفوج الثالث لواء 72 فرقة 20. نعم. وذلك من خلال الإشراف والاستطلاع من قبل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق. نعم. أول ركن عبد الأمير الشمري ومعاون رئيس أركان الجيش العمليات الفريق ركن قيس المحمداوي والفريق ركن قاسم محمد صالح، ليكون مسك الشريط الحدودي مع دول الجوار بالكامل بيد قوات حرس الحدود. تعرف سيدي مقدم، الصور معروضة أيضا، الصور معروضة للإجازة مع قوات حرس الحدود. نعم.
وزيارة النائب قائد العمليات المشتركة، وذلك سيدي لأن عندنا 54 كيلو على الحدود العراقية السورية بيد الجيش العراقي، تم تسليمها إلى قوات حرس الحدود ليصبح مسك الشريط الحدودي بالكامل بيد قوات حرس الحدود. إذن وعندنا أيضا قيادة حدود المنطقة الخامسة بعد ما استشهد العميد الركن شاسب الله يرحمه، تم تسليم منصب قائد حدود المنطقة الخامسة إلى العميد ياسر حسين علي، مبارك له بتسلم منصب القيادة. تعرفت القيادة حدود المنطقة الخامسة ماسكة شريط الحدود العراقي الكويتي السعودي إلى المثلث الحدودي العراقي السعودي الأردني. وعلى الصعيد ذاته سيدي، تمكنت قوة من لواء حدود العاشر قيادة حدود المنطقة الثالثة تحديدا الفوج الثالث من إلقاء القبض على 32 شخصا حاولوا اجتياز الحدود بصورة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة ميسان على الحدود العراقية الإيرانية. وأيضا تمكنت قوة من الفوج الأول وحدود العاشر من إلقاء القبض على 27 شخصا وأيضا حاولوا اجتياز الحدود بصورة غير شرعية. هاي أهم الإنجازات لقيادة قوات حدود هذا الأسبوع سيدي. تحياتي لك، شكرا جزيلا ولكل إخواننا الأبطال في قيادة قوات الحدود، نتمنى لهم الأمن والأمان والسلامة إن شاء الله. أنتقل إلى مديرية الأحوال والجوازات والإقامة، هذه المديرية اللي دائما ما يحتاجها المواطن. رائد علي، مساء الخير على حضرتك. أهم ما يتوفر لديك من نشاطات ومعلومات عنها المدة اللي مضت تخص الخدمات اللي قدمت للمواطنين. نعم سيدي، مساء الخير عليك مرة ثانية. طبعا نبدأ بالزيارة اللي قام بها السيد المدير العام المحترم مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة إلى مديرية الأحوال والجوازات والإقامة في إقليم كردستان، حيث تم الالتقاء خلال هذه الزيارة مع السيد وزير داخلية الإقليم الأستاذ رايبار أحمد وزير داخلية الإقليم، وتم نقل من خلال تحيات السيد معالي وزير الداخلية المحترم إلى السيد وزير الداخلية في الإقليم. أيضا تم الالتقاء بالسيد مدير جنسية الإقليم اللواء هيرش أحمد، تم التطرق في هذه الزيارة إلى عدد من النقاط المهمة فيما يخص موضوع البطاقة الوطنية وموضوع الإقامة، حيث تم وضع بعض الحلول لبعض الإشكالات المتعلقة بين الإقليم وبين المركز فيما يخص تطبيق القانون وصلاحية السلطة الاتحادية في تطبيق قانون الجنسية بصورة عامة. نعم سيدي، أيضا الوفد كان متألف من السيد مدير شؤون الإقامة العميد الحقوقي قصي صبيح، بالإضافة إلى السيد مدير القانونية ومدير قسم العلاقات والإعلام العميد ضرغام. تحياتنا لك. تحياتنا لهم جميعا. نعم سيدي، في هذا فيما يخص الزيارة السابقة، هذه الزيارة يكون لها الأثر البالغ الإيجابي أكيد. نعم، حل بعض الإشكالات وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الإقليم. تمام. نعم سيدي، أيضا فيما يخص موضوع تغيير الألقاب والأسماء من الأمور التي كثير ما توردنا اتصالات بهذا الموضوع، كثير تورد أن موضوع يخص تغيير الألقاب، تغيير الأسماء، حتى الأسماء اللي يعني المشينة والغير مشينة، البعض أيضا يرغم بتغيير الأسماء. أيضا إحنا نطمن المواطنين، إحنا ذكرنا بالحلقة السابقة أنه موضوع هذا راح يتم من خلال الرابط الإلكتروني المعلن من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء من خلال موقع وحدة الحكومة الوطنية. هذا راح يكون من الإجراءات اللي يسهل على المواطن الحصول على الإجراء الأصولي بدون مراجعة يعني الدوائر، يباشر مباشرة الدخول إلى هذا الرابط، من خلال الرابط وملء الاستمارة المعلنة في هذا الرابط. هو أيضا رابط عام يشمل أكثر من دائرة يخص الحكومة الإلكترونية وتسهيل الإجراءات على المواطن العراقي. أيضا سيدي، فيما يخص موضوع الحجز الإلكتروني والإجراءات الخاصة بالمواطن اللي هي الحالات الواقعات الحياتية اللي هي يكون لها الولادات وموضوع الزواج وموضوع التأشيرات البقية كلها مستمرة. أيضا احنا نطمن المواطنين فيما يخص بعض المواطنين يطلبون الحجز، أيضا نقول لهم أنه الهويات اللي تكون نافذة أو اللي مضى عليها أكثر من 10 سنوات يعني 10 و11 هاي ما راح يتطلب من المواطن حجز الكتروني، يقدر يراجع الدائرة مباشرة بدون تعتبر من ضمن الواقعات الحياتية.
أيضا المواطنين فيما يخص موضوع داخل اللي هم خارج الرقعة الجغرافية المناطقهم يعني اللي يقصد به مثلا دائرة النفوس مثلا في بغداد وبالعكس مع المحافظات أيضا هاي راح تكون مستثنات من الحجز الإلكتروني. سيدي هذه أهم النشاطات وأهم الأمور التي طرأت خلال الأسبوع الماضي في الأسبوع الماضي. أكيد إحنا يعني مستمرين ويا السادة المشاهدين وراح نفتح اتصالات إن شاء الله بعد ما نأخذ الإجازة من إخواننا النقيب علي والملازم والعمر. أبدأ بالنقيب علي، مساء الخير على حضرتك. أهم نشاطات المديرية الشهداء والجرحى بإجاز، تفضل. مساء الخير عليك سيدي، مساء الخير على جميع السادة الضباط والمشاهدين. النشاطات خلال هذا الأسبوع اللي هي النشاطات مثل ما نقول احنا كل أسبوع مستمرة، لكن نودس بعض النقاط. أهمها هي الاجتماع الأسبوعي اللي يكون في مقر المديرية، إذا نشاهد الاجتماع هذا في كل أسبوع يتم اجتماع مع كافة مدراء الأقسام ورؤساء اللجان وكل مدراء الشعب. أهم ما جاء بهذا الاجتماع من قرارات هو أولا إكمال زيارة الجرحى شديدي العوق من الشلل والبتر وفاقدي العيون في كل المحافظات، وأيضا شمول فئات أكثر من يعني من الجرحى وهم اللي هسه حاليا دا يتم التكريم اللي عنده مثلا بتر ساقين أو فاقد عينين أو مثلا الشلل. حاليا إن شاء الله على السنة القادمة سيتم استحصال موافقة معالي الوزير، يعني راح يتم رفع مذكرة من قبل الأستاذ زامل الساعدي مدير الشؤون الشهداء والجرحى لغرض شمول مثلا البتر الأحادي أو العين الوحدة أو اليد الوحدة وحاصل نسبة عجز 100%. فإن شاء الله راح يكون التكريم بالتدريج من الأكثر يعني شديد عوق إلى الأقل أقل أقل، راح يتم تكريم الجميع إن شاء الله. هذا النقطة الأولى. اثنين، متابعة تصرف المادة 56 أولا وثانيا وثالثا. هاي المادة 56 هي مكرمة تخص الجرحى المتقاعدين وكذلك ذوي الشهداء. المادة 56 أولا هي تخص ذوي الشهداء يعني الشهيد اللي ينحال على التقاعد، كانت قبل 2019 تصرف من هيئة التقاعد الوطنية، لكن بعد عام 2019 صار صرفها من حسابات دائرة الشهيد. فهاي واحدة، هي تعادل 18 راتب اسمي للشهيد. أما 56 ثانيا هي اللي أصحاب العجز الكلي من 75% فما فوق، وأيضا 18 راتب اسمي كامل للجرحى، و56 ثالثا للجرحى اللي حاصل على نسبة عجز 60 65 70، اللي هي تكون 18 راتب اسمي هاي مضروب بنسبة العجز. أستاذ زامل الساعدي شكل لجنة، لأن أكو بعض المحافظات تعرف يعني موازنة المحافظات هي العفو شرطة المحافظات والدوائر اللي تداوم بالمحافظات قسم على موازنة المحافظة ما تابع على موازنة وزارة الداخلية، فأكو بعض الإشكال في بعض المحافظات مثل نينوى أو مثل ميسان إلى الآن ما تم صرف هذه المكافأة. فإن شاء الله أكو متابعة حثيثة من قبل مدير الشهداء مع مدير حسابات الوزارة ومدير شؤون المالية الفريق حليم، وإن شاء الله سيتم التخصيص والصرف للي الجرحى اللي ما مستلمين خلال هذا العام. نعم. ثلاثة، القرار الأهم هو تحويل في عام 2022 يتم تحويل النظام الورقي المعمول به في المديرية إلى نظام الإلكتروني. إحنا عاملين بالنظام الإلكتروني لكن يكون بصورة أوسع، لأن ذوي الشهيد أو الجريح صعوبة عليه المراجعة من دائرته العفو من بيته إلى الدائرة، خصوصاً الجرحى مثل ما تعرفون اللي هو عدة شلل عدة بتر. فنحاول قدر الإمكان يكون العمل بالنظام الإلكتروني. إحنا ماشيين وصلنا إلى 70% بالعمل بالنظام الإلكتروني، إن شاء الله في عام 22 يكون كل تعاملاتنا مع الجرحى وذوي الشهداء بالتعامل الإلكتروني. تشكيل غرفة أو خلية متابعة في مقر المديرية تضم مجموعة من الضباط، هذه مهمتها شنو؟ متابعة جميع مجالس ذوي الشهداء والجرحى المتعطلة المتوقفة اللي متوقفة على الذمة. هذه اللجنة هو يترأسها أستاذ زامل الساعدي ومجموعة من الضباط، راح يتم التعاون مع كل وكالات الشرطة مع مديرية إدارة التقاعد مع المديريات كافة لمتابعة إنجاز المجالس المتوقفة أو المتعطلة لأسباب إدارية. هذا الشق الأول. أما الشق الثاني هو المقابلات الأسبوعية مثل ما تشوفون حاليا. الزخم الحاصل بالمديرية، لأن تعرف المديرية تضم كل ذوي شهداء وزارة الداخلية لكل المديريات وكل الوكالات، يعني هاي المقابلات يوميا، يعني هاي الأعداد هاي المراجعين يوميا. فأستاذ زامل يضطر يعني يروح إلى الاستعلامات وإلى يعني الأقسام
هذا يفطر يكمل كل الامور وكل معاملاتهم يلا يرجع الى المكتب. اما موعد هو احنا حاطين موعد مقابلات كل يوم اربعاء الساعه 10 صباحا مقابلات المدير العام، لكن بسبب الزخم الحاصل هو دا يكون المقابلات يوميه لذوي الشهداء والجرحى، ماكو يوم محدد. لكن اليوم اللي هو يفرغ روحه به حتى خاف يجي ذوي شهيد مثلا يقول انا اجيت ما لقيت استاذ زامل، هاي حدد يوم الاربعاء الساعه 10 صباحا هو موجود راح يتفرغ من الساعه 10 الى نهايه الدوام مقابله هاي الشريحه المضحيه. نعم. اما الموضوع الثالث والمهم هو زيارة المحافظات خلال هذا الأسبوع. إذا زميل هذا المخرج يعرض الصور الخاصة بزيارة المحافظات، تم زيارة أربع محافظات هي نينوى وصلاح الدين والأنبار والبصرة. يعني هسه من تشوف نينوى في شمال العراق والبصرة في جنوب العراق، يعني في خلال أسبوع واحد تم تشكيل أربع لجان من المديرية، كل لجنة الضم إلى ثلاث ضباط مع أفراد من المنتسبين، زاروا كل المحافظات يعني أربع محافظات خلال هذا الأسبوع تكريم مثل ما تشوف بالصور. أغلب الجرحى هم من الإصابات الشديدة، ما يقدر الجريح يراجع إلى بغداد، صعب عليه، بالإضافة للقسم الموجود في المحافظة استاذ زامل أوعز بتشكيل هذه اللجان وزيارة الجرحى في يعني سكنه حتى يتم انجاز معاملته تكريمه. شوف ايش محتاج، سرير محتاج، كرسي كهربائي، هذا محتاج فد معامل معينه، اطباء سيف، كل امور هو بالبيت يتم اجراءها بالكامل له. هاي ابرز النشاطات اللي حدثت هذا الاسبوع هي تمام. الزيارات واكو امور اخرى هي العمل اليومي لذوي الشهداء متواصلين، بالاضافه الى صرف مكافاه نهايه الخدمه هذا الاسبوع ايضا تم صرف ما يقارب 1530 وريث، فان شاء الله العمل ماضي وجاد في خدمه هذه الشريحه المضحيه. تحياتي لك، شكرا جزيلا لهذا التوضيح. انتقل ايضا الى وكاله شؤون الشرطه، هذه الوكاله المهمه واللي تمثل يعني جزء كبير من الوزاره. ملازم عمر مساء الخير على حضرتك، حدثنا عن اهم نشاطات هذه الوكاله، تفضل. تحيه طيبه سيدي في مهام واجبات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة بمختلف مديرياتها كثيرة ومهمة، لكن الخبر الأبرز لهذا اليوم سيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود يصدر الأمر الإداري الخاص بعلاوة الموظفين المدنيين الخاص بالعلاوة السنوية لمديريات شرطة بغداد والمحافظات والدوائر الاختصاصية، والبالغ عددهم 921 موظف بعد الاستحقاق القانوني لهم بعد إنجاز استماراتهم من قبل مديرية الشؤون الإدارية والمالية قسم إدارة الضباط شعبة الموظفين المدنيين. نعم. الحمد لله وشكر تم إصدار هذا الأمر وتفريقه على باقي المحافظات، ومبارك للجميع المشمولين. نعم. طبعا سيدي المهام والواجبات تم نشرها من خلال خلية الإعلام الأمني كما موضح بالصورة. عدد الواجبات التي قامت بها مديريات شرطة المحافظات اللي هي أبرزها القبض على 220 متهم بقضايا المخدرات، عدد طالبين نجدة 1556، فضل مشاجرات 1152، أبطال مفعول عبوة ناسفة عدد 3، مطلقي العيارات النارية عدد 8، المخمورين 814، حالات العنف الأسري 43، ضبط العجلات المطلوبة 53، متسولين 708، الحالات الإنسانية التي قام بها الضباط المنتسبين عدد 12، تبرع بالدم 24، إصدار عدم المحكومية الداخلية من قبل مديرية تحقيق الأدلة الجنائية 416 والخارجية 328، القبض على أسلحة غير مرخصة من خلال الممارسات الأمنية 45، مضاهات طبع لأصابع 87. كما تم أيضا مديرية مكافحة إجرام بغداد وبعملية نوعية إلقاء القبض على عصابة مكونة من 9 متهمين قاموا بسرقة 34,000 دولار من داخل أحد العجلات، وتم ضبط بحوزتهم أسلحة ورمانات يدوية ومواد مخدرة. الحمد لله أبطال هذه المديرية وكوادرها تم إلقاء القبض عليهم وحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. نعم. أيضا عملية نوعية من خلال الحصول على معلومات استخباراتية مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تابعة إلى مقر وكالتنا، تم إلقاء القبض على متهم بحوزته 11 كيلو غرام من المواد المخدرة وتحديدا مادة الكريستال، أيضا تم إحالة أوراقه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.
تمام. في الخبر الثالث والأهم، قسم مخدرات البصرة أيضا تابع إلى مديرية مكافحة المخدرات يلقي القبض على 3 متهمات بحوزتهم 2 كيلو من المادة المخدرة أيضا كريستال، وحالتهم إلى القضاء. نعم. هذا فيما يخص الواجبات والمهام الأمنية. طبعا هي سيدي جميع الواجبات نعم هي كثيرة لكن احنا نسلط الضوء على النوعية والمهمة منها التي أكيد. جرت خلال هذه الأسبوع أكيد. في الحلقة السابقة المتصل المفوض جميل جبار منسوب إلى مديرية شرطة النجدة بعد يعني عرض مطالعته أمام منظار السيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة تم أيضا إعطاء الإجراء الخاص به الحمد لله والشكر. مقابلاتنا مستمرة، الإيميل الخاص بمقر وكالتنا موجود حسب توجيهات السيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، مستمرين باستلامها وتقديمها والإجراء شو ما نقول سيدي الإجراء لازم. الإداري والقانوني عليها. تحياتنا تحياتنا لك ولكل الإخوان العاملين في قيادة شرطة بغداد والوكالة بصورة عامة وكالة شؤون الشرطة اللي يضم أكثر من مفصل، أكيد هم يعملون لخدمة المواطنين. ننتقل حاليا إلى استقبال اتصالات. نعم احنا تأخرنا عليهم لكن استعراض أهم نشاطات الوزارة مهم بالنسبة لكل سادة المتابعين. الاتصال الأول مصطفى عبد الله، تفضل. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، نعتذر على التأخير. الله يحفظك يا عزيز، تفضل. تفضلك سيدي، اكو موضوع شوية يعني عندي ابن اخوي يعني هو خارج الاطار مال الموضوع مالك. عندي ابن اخوي راح يشتغل صار له 6 أيام راح يشتغل ببغداد. زين، انت من يا محافظه؟ صلاح الدين. صلاح الدين، نعم. صلاح الدين، نعم. قال له 4 أيام اول مطعم يقول ذولا مخاصوادم ذولا كبسله ذولا يشربون حشسهم يعني شغلات يعني هذا زين ذولا ما يعرفون شنو كبسله. تقول لي جدا لانه احنا مناطق ريفيه ليغاد زين ما نعرف هاي السوالف احنا زين. اول مطعم اخابه يقول لي خاف ما لي شغله بهم انا راحوا يعني انتبه المطعم 4 أيام ندق عليهم زين ما موبايلاتهم موبايلهم مسدود ها مره شركه بلع طيفيه راحوا يشتغلون بهذا الشكل هناك. هسه ابو اخ مصطفى اللي تطلبه من عندنا شنو؟ احنا حاضرين، شنو اللي تريده؟ الله يسلمك يعني هاني ضيع لي يعني ابن اخوي لنا بعد الصاب وراكم مال لحم راح يشتغل صار له 4 أيام لا موبايله مفتوح لا عندل بي خبر يعني هو احنا هسه قانونا اذا ما يبادر حضرتك هو ابن اخوك الى تقديم دعوه اصوليه بتعرض اخوك الى مضايقات الى مشكله معينه حتى نقدر نتخذ اجراء اصولي. انت تحكي لي موضوع عام يعني الموضوع العام تعامل ابو المطعم ويا ابن اخوك. احنا نريد اللي تريده من عندنا كجهه تنفيذيه شلون نقدر نقدم لك الخدمه؟ لا ما يعني شو اقول لك، انت تريد تقيم دعوه داخليه يعني انت الداخليه يمكم اخ مصطفى عزيزي هاي. تريد تقيم دعوه على صاحب المطعم؟ أنا خابطت بالمطعم قلت له باكر أنا أقد بشتكى بالوزارة عليه يقول لي وين تروح روح. إحنا حاضرين وين تريد نوجهك؟ نوجهك أي مركز تريد قريب عليك، تريد في بغداد وتريد في صلاح الدين، لكن ابن أخوك حاليا عندك تواصل وياه ولا ما عندك تواصل وياه؟ ما عندي صار لي 6 أيام أي تواصل وياه ماكو، موبايله مغلق صار 6 أيام. تريد يعني تسوي دعوة تقدم بلاغ؟ يعني باكر إن شاء الله أجي بغداد. تمام. أجي بغداد إن شاء الله. تمام. راح يبدي لك المساعده ملازم اول عمر ياخذ تليفونك ويتواصل وياك واي شيء تحتاج. ايضا برنامج هنا الداخليه جاهزين وياك اخوانك الضباط وان شاء الله يستقبلوك في مركز اي مركز انت راح تقيم الدعوه. تتوجه لبغداد لو بصلاح الدين؟ لا بغداد. بغداد راح يتواصل وياك الاخ عمر ضمن يا منطقه يشتغل ابن اخوك؟ والله هو راح اساس مطعم شارع فلسطين. شارع فلسطين، تمام. اذن ضمن الرقعة الجغرافية راح يصير الاتصال او تقديم الدعوة اصوليا وراح يبديك المساعدة الاصولية وتدلل. اترك لنا رقم تليفونك اخ مصطفى وبخدمتك ان شاء الله. تحياتي اليك، شكرا جزيلا. عندنا اتصال اخر من الاخ علي عباس، تفضل عزيزي مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. والله احب نشكرك بخدمتك ويوفك الضباط بخدمتك ووجه لك التحية والتقدير. ونحب نسلم على وزير الداخلية على هيش برنامج يساعدون المواطنين إن شاء الله يسمعكم ويتابعكم وينقل لكم تحية أيضا خدمتكم. الله يخليك. أنا وزير الداخلية ما يقبل تجاوز على المواطن أكيد زين
اي تفضل، شنو اللي عندك المشكله اللي صار عندك؟ والله انا بيته بالكود. نعم. واحد من المنتسب. نعم. اتجاوز علي انا وعائلتي. منتسب اتجاوز عليك انت وعائلتك. يعني شنو سيطره دائره؟ لا لا ودوريه مرابطه. دوريه، المن تابعه؟ قياده الشرطه تواصل. اريد اقابل مدير اعلام واصل. واصل. ابقى لحظة. أنا خليت رقم تليفوني من المخرج. ابقى لحظة أخ علي، إذا أمننا النداء ويا الإخوان في واسطة حتى تتوجه يوم غد تقابل السيد القائد. هلو برنامجنا الداخلي أجب. هلو برنامجنا الداخلي أجب. بارك الله بيك المقدم ناطق برنامج هنا الداخلية. شكوى من أحد المواطنين، حاول أمن النداء مع الإخوان في القيادة. ابقى يعني لحظات أخ علي. هلو برنامج هنا الداخلية. تفضل اخي بارك الله بك. اتصل حاليا المواطن علي عباس من محافظة واسط، يوم امس صار عنده موقف مع احد الاخوان في قيادة شرطة واسط، مثل ما ذكر متعرض الى اساءة. يا حبذا يقابل سيد واحد اعلام القيادة يوم غد صباحا حتى ينظر بالموضوع، واذا كان المواطن على حق اجراء اللازم وصولا. تفضل. تحياتنا لجنابك سيدي بارك الله بيك. ابواب السيد القائد قائد شرطه واسط مفتوحه ان شاء الله للجميع، وبامكانه اي وقت يتوجه بامكانه يلاحظ السيد القائد. تحياتي لك، شكرا جزيلا، وايضا الشكر موصول لسيد القائد وكل الاخوان العاملين في القياده، شكرا جزيلا. شكرا سيدي بارك الله بيك، شكرا جزيلا. راح يتم اتخاذ اللازم. تمام. وبصبر السيد القائد شخصيا. نعم. وايضا الاعلام. تمام. اخ علي اذا اعلام السيطرة. نعم دخل السيد واحد اعلام القيادة. السيد على نسمع من ده برنامج الداخلية. شكرا. فيما خص المشتكي المنتسب للمواطن اللي يعد شكوى على منتسب معين. خير عزيزي، مساء الخير عليك وعلى كافة الاخوة حاملية الاجهزة ان شاء الله على المسمع من النداء والامر. نعم. شكرا سيدي بارك الله بك، شكرا جزيلا. سيطرة بارك الله بك، شكرا جزيلا. أخ علي وصل النداء، وأيضا دخل مدير إعلام، وأيضا يعني باب القيادة مفتوح وسيد القائد مفتوح لاستقبالك يوم غد إذا كنت ويانا، وأيضا الأخوان بالكنترول الأخ الرائد مصطفى راح يبلغك بالتواصل يوم غد. تحياتنا لكل الأخوة. عندنا اتصال آخر. مساء الخير، تفضل. نعم بما يتأمل الاتصال أرجع إلى العقيد جاسم، موضوع التحويل على الملاك المدني. هذا موضوع الشغل الشاغر وتقريبا أنجز، هو مراحل متقدمة به، لكن حتى نبشر إخواننا بالمساعدات. أشكرك مقدم ناطق. الله يبارك فيك. طبعا هذا الموضوع من المواضيع المهمة التي تضمنتها موازنة الاتحادية. نعم. حيث تضمنت الفقرة أو المادة 12 ثانيا ها. نعم. بإلزام وزارة المالية وكذلك وزارة الدفاع والداخلية بتحويل. نعم. الحاصلين منتسبين الحاصلين على شهادة البكالوريوس. التزمت الوزارة بهذه المادة وباشرت بالإجراءات الإدارية التي تخص بتحويلهم إلى الملاك المدني. نعم. طبعا آخر الأمور التي وصلت بشر أنه وصلت إلى نهايتها، حيث تم جرد هذه الأعداد وتقديم الطلبات. نعم. وبالتالي مفاتحة وزارة المالية لغرض إجراء الحذف والاستحداث من حيث الدرجات الوظيفية والعناوين الوظيفية. نعم. وإن شاء الله عن قريب سوف يتم إن شاء الله استحصال الموافقات، طبعا كامل الإجراءات، لكن نحن ننتظر
إجابة وزارة المالية على تثبيت الدرجات الوظيفية والعناوين، وبالتالي إصدار الأمر الإداري بتحويلهم من الملاك العسكري إلى الملاك المدني، حيث بلغ عددهم 17875 منتسب. تمام، أرجع لك بعد قليل إن شاء الله على سؤالين الأخت جيهان فاضل والحيدر زهاوي فيما يخص الدورات الدورة 28، وأيضا فيما يخص إجراءات العودة للإخوان في قيادة الشرطة الاتحادية. آخذ اتصال. ألو مساء الخير تفضل. ألو مساء الخير تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذي الله يساعدك. انطيني اسم حضرتك بلا زحمة. أنا والد شهيد. والد شهيد بخدمتك، انطيني اسم حضرتك. علياوي كاظم قطان. علياوي كاظم قطان بخدمتك تفضل. نعم. شنو موضوعك؟ موضوعي ابن استشهد بال 2017 لحد الآن خدمة ماكو. الله يرحمه. راح يجاوبك أخونا النقيب علي ضابط اعلام الشهداء والجرحى. تفضل نقيب علي. السلام عليكم حجي. السلام عليكم. بس اعطيني اسم الشهيد. الشهيد حسنيا عليو كاظم قطان. ثواني ابقوا يعني ثواني اخونا العزيز حتى يتابع لك الاخر الاجراءات اللي متخلص. حسنيا علياوي كاظم قطان. نعم. تقدر تحول لنا خلي رقمك بالكنترول، راح اتصل بيك حتى اخذ منك الهويه التقاعديه وامر الاستشهاد، لان دقيت الاسم حاليا ما مرفوع الى هيئه التقاعد الوطنيه اسم الشهيد، فخلي نشوف شنو المشكله. اترك لنا رقم تليفونك. الهويه التقاعديه بالكنترول. تمام تمام. نعم. راح يصير متابعه ويا حضرتك بعد البرنامج راح اتصل عليك، او اذا عندك فيسبوك تقدر تحول الهويه التقاعديه هاي خلي نقيب علي من خلالك انت بعد الهاي. نعم. حتى انا اتصل بيه. تمام أوكي. ان شاء الله بعد البرنامج اخونا علوي بعد البرنامج يكون خدمتك. عندنا اتصال اخر. المساء الخير تفضل. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمه الله. منو انا؟ وياك احمد ماجد سيدي سوين. احمد ماجد كل الهلا بك تفضل. شنو موضوعك؟ سيداني جريح. جريح الحمد لله على سلامتك. سيد جريح وهذا المجلس مال صار له من 2011 لحد الان ما كان. ايضا راح يجاوبك اخونا النقيب علي حول موضوعك، واذا كان يتعلق بالخدمات الطبيه ايضا موجود. السلام عليكم اخي. اهلا سيدي شلون صحتك؟ انت بياسر صوبت. انا 2011 صوبت. عندك نسبه عجز مسوي لو ما مسوي؟ أنا مسوف كاملة نسبة العجز والمجلس كامل. يعني هذا رفعوه إلى إدارة التقاعد لو بعده؟ المجلس كامل كل شيء كامل، بس ده يرفعونه للوكالة، من الوكالة يرجع وبعد. أنت وين تداوم؟ كل ما راجع ما يصدق. وين تداوم أنت؟ أنا داوم مركز شرطة التهذيب قيادة شرطة بغداد. شرطة بغداد يعني المجلس ده يجي للوكالة وده ترجعه عمر. اي جاي راجع قيادة شرطة بغداد للشهداء والجرحى. نعم ست لقاء مديرة القسم راجعتها. شنو السبب؟ اي راجعتهم سيدي وراجعت القيادة يقول جاي الرفع وي قاعد لازم هو العمر تقدر تكفل الموضوع. حاضرين سيدي. راح يتابع اخونا اخ احمد راح يتابع لك الموضوع ايضا. اخونا ملازم اول عمر احنا ما راح النادي راح يتابع لك. تفضل ملازم اول عمر يتابعه وخلي حول لنا يا انه. نعم. وانا استقبله من تمام. ملازم اخ احمد مساء الخير. اهلا سيدي. انا ان شاء الله بعد البرنامج راح اتصل بك واخذ اخر يعني رقمه كتاب وارد انه، لكن بس حبينا نعرف انه شنو سبب انه يرجع المجلس التحقيقي للقياده. اكو نقص بي؟ اكو عندي غلط باسم الجد بالامر الاداري يعني يرجع. يعني هسه تحولت قضيتك الى عقيد جاسم. تمام بما انه احنا هدف البرنامج الامر الصحيح. احمد احمد الصحح يقول الصحح. تمام احنا الغايه من البرنامج هو هذه الدوائر مترابطه متعلقه بعضها ببعض كل مفاصل الوزاره، وحتى نقدم خدمه على وجه السرعه للاخوان المتابعين والمتصلين واللي يشاهدونا ايضا. ان شاء الله حنكون بخدمتك اذا صحح الامر الاداري. راح اترك لنا رقم تليفونك والاخ ملازم اول عمر بعد البرنامج يتواصل وياك، واذا كان بالشهداء والجرحى ما يقصر وياك الاخ النقيب علي، واذا بالموارد البشريه موجود السيد العقيد جاسم ايضا. سيدي اكو فقره احمد انت تقدر تجي يعني للمقر وكالتنا او من ينوب عنك بس يجيب لنا الامر الاداري الجديد وباقي يعني تفاصيل اولياتك. احنا غدا عندنا مقابلات
خاطر ان شاء الله نروج لك طلب رسمي ونكمل لك اياه. اي والله سيدي، اذا تتصل بي بعد البرنامج حتى افهمك بالتفاصيل. تمام تمام، انا راح اخذ رقمك واتصل بك. تمام، تحياتنا لك، شكرا جزيلا. عندنا اتصال اخر. الو مساء الخير، تفضل. احمد محمد، تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل. انا بس عندي سؤال بالضبط هو الموارد البشريه. اي شنو سؤالك؟ يسمعك السيد العقيد، تفضل. تفضل يا اخي. السيد العقيد، انا والدي عند عمره 57 سنه. الله يسلمك. نعم. تمام؟ وعنده خدمه عسكريه هسه لحد الان 13 سنه. خدمه عسكريه يعني بالجيش سابق؟ اي لحد الان، لا هو شرطي شرطي. شو يعني؟ بس اسمح لي، خدمته ايش قد؟ بس لحد الان هو عنده خدمه 13 سنه. اي نعم. شرطه اتحاديه، تمام؟ اي. اذا هسه حولوه تقريبا 3 سنين ويطلع تقاعد، اذا حولوه، هل يحسبوه تقاعد او السنوات السابقه تضيع عليه؟ بس اذا امكن توضيح يعني. نعم. الموضوع اللي تحدثنا به الدرجه الوظيفيه التخصيص. لا هو هسه ما يعني ما واضح السؤال، انه هو مدني او حاله احمد تقاعد. احمد حولوه هسه، اذا حولوه هو مروج معامل على التحويل الى الملاك المدني؟ نعم نعم. تمام، اذا تحول على الملاك المدني وطلع تقاعد بعد 3 سنوات، هاي 13 سنه تروح من عنده؟ لا لا لا، باقيه هاي الخدمه اكيد هي خدمه فعليه باقيه تنحسب لاغراض التقاعد. طبعا ما طول خادم في وزارة الداخلية هو. نعم. أكيد أنه بعد تحويله إلى المدني على أساس الخدمة سوف يحول إلى الدرجة الوظيفية التي تناسب درجته الوظيفية. نعم. الحالية. نعم. وبالتالي فإن خدمة فعلية يستحق عليها التقاعد. طبعا هذا الجواب اللي يخص حضرتك أخ أحمد، وهو أيضا إذا عندك إضافة. عندك إضافة سيادة العقيد؟ شو أنا أحد الأشخاص قالوا يحتسبوا استقالة. انت بعد احمد ما عليك بأحد الاشخاص، انت هسه مثل ما يقول. لا احنا نوضح يعني موضوع مهم. جهه رسميه، اغلب المنتسبين وزاره الداخليه الراغبين بالتحويل الى المدني يتوقع انه بعد قبل تحويله الى الملاك المدني يقدم استقاله من الخدمه في وزاره الداخليه. الاستقاله هي فقط لاغراض امور اداريه تنظيميه للانتقال من الملاك العسكري الى الملاك المدني، وبالتالي الخدمه هي خدمه باقيه محسوبه مع الدرجه الوظيفيه يعني والانتقال يعني الى الملاك يعني المدني. العقيد هسه اذا يعدم 3 سنين، اذا ان شاء الله حولوه فقط مدني ويحصل فقط يعني فقط يتحول ملاك عسكري الى الملاك المدني والخدمه باقيه. بارك الله فيك، بارك الله حظك حبيبي. شكد الاقامه. تمام، شكرا اخ احمد. سيد هذا ياخذنا الى سؤال. اللي عنده خدمه في وزاره اخرى او في نقابه مسجله رسميا في في الدوله يقدر يضيف على خدمته؟ اكيد لاغراض التقاعد. طبعا اكيد فقط لاغراض التقاعد. تمام. اي خدمه خارج وزاره الداخليه اذا كانت في الوزارات المدنيه او في الجيش السابق طبعا تحتسب هذه الخدمه لاغراض التقاعد فقط. تمام، شكرا جزيلا. عندنا اتصال. الو مساء الخير، تفضل. مفوض فلاح، تفضل. مساء الخير. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام عزيزي. حبيبي سيدي، أنا مفوض فلاح صلاح الدين جاسم من محافظة كركوك. فلاح، كل هلا بك. الله يسلمك سيدي، رحم الله والدك. سيدي أنا عندي أمر إداري، عندي مصاب أنا. نعم. عندي درجة 40%. نعم. وجاني أمر إداري ب 2020. نعم. وأنا ما كان عندي علم، يعني ورا تقريبا شهر الثامن هاي السنة يلا عرفت بين جاي أمر إداري مالي. نعم. فسوينا كتاب بالقانونية، قالوا انت الصندوق انسدت يعني على مدى الراتب مال الشهر مال المكرمة مال الوكيل. نعم. والدير. انت هسه موضوعك وين اخ فلاح؟ والله سيدي بالوكالة اني. الوكالة، وكالة شؤون الشرطة؟ اي عندي المكرمة مال الراتب مال الشهر. تمام. الاخ ما حصلت الفلوس. الاخ ملازم اول عمر راح يتابع لك الموضوع، اترك لنا رقم تليفونك وان شاء الله الايام القادمه او يوم غد راح يتواصل وياك ويبلغك شنو الاجراءات او الاجراءات الاصوليه اللي نقدر نقدم لك اياها. واضح؟ تحياتي لك، شكرا جزيلا. انتقل الى المقدم حيدر. قبل قليل ذكرت موضوع الاجازات ما يقارب 26,000 الصور، قلت لي لو الارقام كانت 26,000 الاجازات. الاجازات 26,000. 26,141. لا 18,500. 18,000 اللي 18,000 اي و 572. هذا العدد يعني اذا الخط البياني يمكن في تصاعد، في تزايد، في استقرار.
لا يعني هو بصراحة الإقبال على الإجازات قليل من الأخوة المواطنين زين. ما أعرف شنو الأسباب يعني أعتقد المواطن العراقي يعني يحتاج لهم حملة يحتاج لهم حملة إحنا الغاية من الإجازة السوق هو ترخيص وهي حتى أصبحت يعني بإمكانهم الاستحصال الإجازة الدولية وهذا موضوع مهم جدا يعني إحنا لدينا نشوف أحداث دون السن القانوني يعني يقود مركبات ومن يصير عنده خلل يعني حتى ما يعرف يصرف يعني بعضهم من تطفو عنده سيارة بالجانب الأيسر مجرد نزل وقف يعني ما يحاول قدر المستطاع أنه يركنه على الجانب الأيمن إحنا سابقا يعني حتى تدخل بها النخوة العراقية أنه يدفعوه ويوصلوا إلى الجانب يركن سيارة يعني الباحة بسبب توقف أحد المركبات صار حادث تراكمي على العموم إحنا نريد أسأل السؤال فيما يخص الإجازة الدولية داخل العراق العراق اللي خارج العراق الإجازة وأيضا الوافد اللي يجي للعراق احنا الاجازه الدوليه انفتحت في مقر مديريه المرور العامه نعم يقدر المواطن العراقي يستحصل عليها صلاحيتها ايش قد صلاحيتها سنه واحده الرسم مالتها 60,000 دينار نعم بعد طبعا هو يحصل على الاجازه الدوليه بعد حصوله على الاجازه المحليه اللي هي نعم الاجازه العاديه اللي تاهله بسياقه المركبه نعم اضافه انه اما فيما يخص الوافدين الاجانب فلازم عنده اقامه نعم في جمهورية العراق ومن ثم يستحصل الإجازة السياقة يعني يقدر يحصل على إجازة بالطبع يقدر يحصل على الإجازة على اللي عنده بالبلد مالته بالطبع تمام مقدم ناطق أخويا يستحصل الإجازة بعد حصوله على الإقامة من جمهورية العراق زين الكثافات نحكي عليها لو كثافات عبر يعني هي أصبحت يعني واضحة للجميع أعداد المركبات والطرق اللي يعني هي يعني عليها يعني إيه يعني أخوي مقدم ناطق مثل ما غرفة نعم وزيد عدد النسمات نعم وأنت بدأت توسيع على هذه الغرفة نعم أكيد يصير كثافات تمام إحنا نتمنى أنه إحنا من الجهات المعنية نعم ناشدهم أنه تفتحونا طرق جديدة تمام يسوون الجسور نعم إن شاء الله أكيد هي أنفاق كلها بنظر الاعتبار إن شاء الله نعم عندنا اتصال ألو مساء الخير تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله إذا ممكن عندي فد استفسار من سيادة العقيد جاسم تفضلي أختي اعطيني اسم حضرتك نور تمام سيد العقيد يسمعك تفضلي تفضلي أختي سيادة العقيد أنا بس عندي استفسار إحنا عندنا أوامر إدارية من سنة 2019 أي نعم ولحد هذه اللحظة تمنا كل الإجراءات الفحص الطبي وكل الإجراءات تمناها بدائرة التطوع ولحد هذه اللحظة إحنا مباشرة ما نسوينا يعني صدر أمر إداري بتعينكم على ملاك وزارة الداخلية أي نعم طبعا هناك أمرين بهذا الصدد كانت ضمن المناقشات اللي اهتمت بها مديرة عامة إدارة الموارد البشرية كان في حين أنه تم تعيينهم وإكمال كافة الإجراءات ولكن كان هناك شرط إذا ملاحظة أو عندك يعني نسخة من الأمر الإداري تلاحظين في حاشية الكتاب أنه قبول مباشرة يتوقف على توفر الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي كنا نعتقد أنه في موازنة 2021 أنه يتم تخصيص درجات وظيفية الأمر الإداري صدر تقريبا الشهر 11 أو شهر 12 وكنا متأملين أنه ضمن الموازنة تتوفر لنا درجات وظيفية ولكن تفاجأنا بعدم تخصيص أي درجة وظيفية لكافة الوزارات ومنها وزارة الداخلية باستثناء وزارة الصحة الأوامر الإدارية موجودة حاليا طبعا أكو أمر إداري بعدد 750 وكذلك أمر ب 550 الأوامر موجودة تحت اليد ولكن ننتظر الدرجات الوظيفية وهناك مخاطبات مع وزارة المالية بضرورة إجراء الحذف والاستحداث من الدرجات المتوفرة حاليا التي توفرت للوزارة من خلال المتقاعدين والمستقيلين لغرض استحداثها لالتحاق تلك الأوامر ومن ضمنها أكيد يعني حضرتكم يعني سيادة العقيد اكو امل يعني وزارة المالية توافق على هذا الشيء ان شاء الله امل احنا بالاقتراض انشملنا الان انه سنة 2020 انه اللي صادر بيهم اوامر ادارية يعني انشملوا بالمباشرة وزارة المالية ما مشتنا
احنا يعني اكو امل هذه السنه تمشينا؟ والله ان شاء الله امل كبير، اللي احنا تم اعداد كتاب بعد استحصال موافقه السيد الوزير موجه الى مكتب القائد العام، وبدوره طلبنا حاله الموضوع الى وزاره الماليه لاجراء الحذف والاستحداث، كون الاوامر الاداريه التي تصدر من وزاره الداخليه هي اوامر ملزمه للتنفيذ، كون المتطوعين اكملوا كافه الاجراءات بالفحص والمقابله وكافه الاجراءات الاداريه والقانونيه والماليه. بصراحه نحن ننتظر الدرجات الوظيفيه، ان شاء الله نتامل خير بالموازنه الاتحاديه المقبله لالتحاقكم، اذا كان اقرب من ذلك هو اجراء الحذف للاستحداث من الدرجات الوظيفيه. اي والله يا ريت توصلون صوتنا سياسه. تحياتنا لحضرتك اختنا العزيزه، شكرا لاتصالك. عندنا اتصال اخر. الو مساء الخير تفضل. الو مساء الخير تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، من وياي؟ حيدر من دياله. حيدر من دياله، كل هالبيك تفضل. لا تفضلك سيدي، تحياتي لكم الكادر كله والساده الضباط. تحياتي الجميع لحضرتك، تفضل عزيزي. اشكرك سيدي. سيدي اقدر احكي ويا عقيد جاسم؟ اي اسمعك تفضل. تفضل اخي حيدر. السلام عليكم سيدي. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يرضى عليك سيدي. بخصوص سيدي احنا قياده قوى الشرطه الاتحاديه العوده كملنا كل شيء سيدي. اي نعم. بصدد يعني الفقره جيم، مشمولين الفقره جيم؟ كملنا مجالس وغلق مجلس. يعني قصدك الفقره جيم، مشمولين بالفقره جيم؟ نعم سيدي. تحياتنا لك اخونا حيدر، اسمع الاجابه ان شاء الله. احنا فيما يخص الموضوع الفقره جيم والعوده نادما والمستقيلين، هذا الموضوع احنا بكل حلقه نذكره. وكافه الاوامر الاداريه نعم. اللي صدرت هي بانتظار الدرجات الوظيفيه والتخصيص المالي. كل الاشخاص اللي اكملوا معاملاتهم هي موجوده تحت اليد، وهناك قاعده معلومات متكامله بهذا الصدد بانتظار توفر الدرجات الوظيفيه. نعم، تحياتي لك. وهذا ايضا توجيه عفوا يعني للعلم حتى يصير على كل الاخوان اللي عندهم يخصهم هذا الموضوع. هذا اخر يعني التوجيهات والتبليغات اللي يعني صدرت من اداره الموارد البشريه. انتقل الى اتصال اخر. الو مساء الخير تفضل. الو مساء الخير تفضل. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله، من وياي؟ اخو الشهيد يزن من بابل غسان. بابل؟ نعم استاذ. غسان وياي؟ غسان اخو الشهيد يزن من بابل استاذ عيني. اخو الشهيدين كل نعم الهلا بيك والبقاء في حياتك، تفضل شنو موضوعك؟ والله عندي شهيدين، انا واحد بالدفاع بال 2015 9/9 استشهد. نعم. والله بالداخليه الاخ يبلي بال 2017. الله يرحمه. شنو اللي تريده اخ غسان؟ بس نهايه خدمه لهم ما لهم استاذ. يسمعك النقيب علي وراح يجاوبك. السلام عليكم حجي. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ. بخصوص شهيد الدفاع انا ما راح اجاوبك عليه لان مو من اختصاصي وما اعرف الاسماء من ترفع من وزاره الدفاع، اجاوبك على شهيد الداخليه. انطيني اسمه. نقيب ليث. ليث شنو؟ ليث شنو؟ ليث سامي محيث النقيب. شامل؟ سامي محيث. سامي ليث سامي محيسن. نعم. ليث سامي محيسن سلمان. نعم. نعم مرفوع الى هيئه التقاعد الوطنيه، وان شاء الله بالوجبات القادمه. بس خلي اشوف اذا طالع عليكم مبلغ سابقا وموقف فيها. نعم. انت بيا تقاعد هويتك هويتكم؟ بابل. تقاعد بابل، تراجع تقاعد بابل الى مديره التقاعد، تاخذ كتاب من عندها بانه انت طالع عليك مبالغ سابقه بال 2018 او 2019 مستلمين فروقات، مستلمين متراكم، مستلمين هاي اي مكافاه من التقاعد، تاخذ كتاب بانه هاي المبالغ اللي انت مستلمها بال 2018 او 19 مو مكافاه خدمه، هاي فروقات راتب الشهيد. مثل نقيب على المبالغ هاي اللي تطلع عليهم بعض العوائل الشهداء مثلا الشهيد استشهد ورا فتره طلع راتبه بالتقاعد، فابو التقاعد صرف له مثلا المتراكم 4-5 مليون 3 مليون. نعم. ام المكافات مدير شعبه المكافات طالع عندها مبلغ مكافاه يعني مبلغ عدل راتب، فتقول لك هذا المبلغ انا ما اعرفه شنو، لازم يفتحون ضبارته. نعم. فليش دا اقول له من تقاعد بابل هاي الحاله اكو كم شهيد صار بها تقريبا حوالي يعني بال 800 شهيد من مجموع 11000 شهيد، فتراجع تقاعد بابل تاخذ كتاب الى هيئه التقاعد الوطنيه قسم الحاسبه.
وبالدفاع استاذ الدفاع ما اعرف بس غسان. ابو الداخليه غسان عزيزي اجاوبك على ابو الداخليه نقيب علي خلي اوضح له اخ غسان بكل الاحوال اترك لنا رقم تليفونك في حال انه تحتاج توضيح اكثر راح يوضحوا لك فيما يخص موضوع الدفاع احنا برنامجنا الخاص بمفاصل وزاره الداخليه ومنسوبيها والحالات اللي تخص المواطن اذا مصير زحمه ارد اجاوب على هالفقره حتى تستفاد عوائل الشهداء اللي مثل حالته ارجع بعد ما ننهي الاتصال وياه وارجع لك ان شاء الله توضح لنا بصوره عامه اخونا غسان فيما يخص موضوع الاخ اللي اخوك الشهيد اللي عوزت الدفاع نعتذر ما نقدر لان ما عندنا معلومات نجاوبك عليها فاحنا لازم نفيدك بمعلومه اللي راح تسالنا بها تحياتي لك ورقم التليفون موجود ان شاء الله ونتواصل وياك وايضا صفحه الاستاذ زامل اللي خاصه بالشهداء تقدر تدخل عليها مقدم انمار قبل لا اخذ الاتصال اريد توضح لي الاخبار والحديث اللي دار حول المتحور اوميكرون والاجراءات اللي صارت واللي تخص الوزاره اخي بالنسبه لوزاره الداخليه حاليا او الموقف الوبائي في الدوله العراقيه بصوره عامه هو الموقف حاليا هنالك احنا تحذيرات حول انتشار المتحور اوميكرون عفوا يعني هاي التحذيرات تؤدي الى تخوف حقيقه اخي مقدم لازم انه احنا ناخذ الحذر من موضوع المتحورات الفيروسيه التي تنشط في هذه المناطق خصوصا المناطق التي تفتقر للموضوع اللقاح او التطعيم هذا هذه المتحورات خصوصا في مناطق الشرق الاوسطيه وكذلك الاسيويه وكذلك الافريقيه تنشط يعني بشكل كبير في هذه المناطق لسوء الاحوال الصحيه في هذه المناطق بصوره عامه ولكن حاليا بالنسبه للموقف الوبائي الموقف الوبائي العام موقف وزاره الداخليه هنالك ايضا اجراءات عديده اتخذتها الوزاره وزاره الصحه مشكوره هنالك حملات توعيه وتثقيف في مساله تلقي اللقاح ايضا العديد من الدوائر المختصه مؤسسات اقامت دورات اقامت اعلانات افلام ترويجيه بخصوص هذا الموضوع فلغايه الان الحمد لله والشكر لم يدخل موضوع المتحور الجديد داخل يعني بصوره عامه انه انتم مستعدين لا سمح الله لكل الاجراءات اللي نعم وايضا هو ملاحظه ايضا هم من تم تسجيلها في الدول الاوروبيه التي دخل موضوع المتحور انه لم تسجل في هذه الدول انه من تلقى اللقاح انه اعراض اكثر من اعراض بدون لقاح تمام. فهذا لذلك احنا ندعو ونشدد انه اللقاح هو سبيلنا الوحيد فاللقاح متوفر ندعو جميع اخواننا عبر شاشتكم عبر برنامجكم الاخوه في وزاره الصحه ايضا يدعون دائما انه اللقاح ترى الرصين كان الجميع توجه الى منافذ تلقيح افضل اللقاح تمام تحياتي لك الرائد علي فيما يخص موضوع الاحوال والجوازات والاقامه احنا نعرف انه اكو مفارز جواله تخص عمل ما يشابه نفس العمل اللي مراجعه المواطن الى الدائره تقدر تحدثنا باختصار الرسوم اللي يصير ضمن هذه المفارز نعم سيدي احنا عندنا المفارز الحقيبه المحموله بالجوازات وعندنا البطاقة الوطنية الحقيبة الخاصة بالبطاقة الوطنية نعم. الطلبات اللي تورد للسيد المدير العام أو للسيد مدير البطاقة الوطنية سيد مدير الجوازات المحترمون يكون الطلب عليها والموافقة بما يخص الحالات الإنسانية وفق تقارير طبية تكون هاي التقارير فقط الحالات الإنسانية مثلا أحد نعم سيدي بس نعم. فضلك سيدي فيما يخص هذا يكون مجاني بالنسبة للمواطن وخروج المفارز لهم يكون مجاني تمام. يعني العوائل اللي عندهم شخص حالته الصحية تعبانة بدرجة فوق أعتقد فوق 70% نعم. تكون حالته ما يقدر يوصل مثلا أو على عربات راقد في مستشفى راقد في مستشفى خروج علاج خارج العراق يتم نعم. انتقالهم مثل ما دا يحصل عندنا الأخوة الضباط في جانبي الكرخ والرصافة قاعدين ينتقلون للمستشفيات خصوصا مستشفيات الاطفال اللي هم بحاله صحيه اكثر صعوبه يكون انتقال الاخوه بالنسبه للجوازات والبطاقه الوطنيه تمام. اما الطلبات الخاصه بعض المواطنين يقول لك ميسور الحال نعم ميسور الحال يقول لك انا ملتزم بعمل وبشغل في منطقتي انا ارغب انه اخلي احد الوكلاء
تجيني المحموله الداري وفق رسوم محددتها مديريه البطاقه الوطنيه والجوازات، يتم استيفاء الرسوم بعدها عندما ياخذون البصمات الالكترونيه والبايومتريه، يتم تثبيتها وتحويلها للدائره المختصه. هناك راح يكون احد الوكلاء يراجع الدائره ويجلب المستمسكات الاصوليه كلها، وعلى وفق الاطر القانونيه لعامه المواطنين راح يدفع الرسم وتصدر له البطاقه. ايضا يقدر يخول احد الوكلاء بالمعامله باستلام البطاقه الوطنيه نيابه عنه وايصالها لها ويتم تفعيلها. تمام. إذن احنا هنا عملت مديرية الأحضار والجوازات والإقامة بالجانبين، الجانب الإنساني بصورة مجانية ومدعومة، وبالجانب اللي المواطن اللي عنده التزام اللي عنده ميسور الحال اللي ما يقدر يراجع، يعني يقدر انه من خلال الحقيبة المحمولة يقدر يحصل مقابل أجور اللي ذكرتها. تحياتي لك، شكرا جزيلا. انتقل الى النقيب علي، اكو توضيح يخص هذا الموضوع اللي تحدثنا به لعوائل الشهداء، اذكرني يا تفضل. نعم سيدي الاخ المتصل. اخ الشهيد ليث. اكو بعض عوائل الشهداء مثلا تاخرت عليهم نهايه الخدمه، هذا بصوره عامه لكل عوائل الشهداء حتى يصير. نعم هو فقط للمتصل لهذه الحاله ونفس الحالات، واكو نفس الحالات. نعم. موجوده. نعم. اتاخرت عليهم نهايه الخدمه، السبب شنو هو؟ مثلا احنا رافعين الاسم الى هيئه التقاعد الوطني كوزاره الداخليه ومديريه شؤون الشهداء والجرحى، انجزت ما عليها وارسلت القرص والرقم التقاعد وعدد الورثه كله بالكامل، لكن عائله الشهيد مثلا كان متوقف راتبهم سابقا من طلع للتقاعد، الشهيد مثلا 6 أشهر 4 أشهر تراكمت رواتب التقاعديه او اخذ مكافاه او اي امر اخر، يعني مستلم مبلغ سابقا من هيئه التقاعد على راتبه مثلا 4 ملايين 5 ملايين حاسبه المكافآت، توقف هذا صرف مكافاه نهايه الخدمه، تريد تعرف هذا شنو المبلغ المصروف له، هذا يبين وين في اضباره الشهيد. فعائله الشهيد اللي مثل ليث مثلا، من انا قلت له هيئه التقاعد وموقف هسه صرف المكافاه يعني هاي العائلة، يقدر يراجع التقاعد اللي هو في محافظته، يفتحون الإضبارة يقولوا له كتاب يعنون إلى قسم الحاسبة في هيئة التقاعد الوطنية، يكتبون بأنه المبلغ المقدر هالقد الموجود في عام هالقد و2015 2016 2020 مصروف دعاية الشهيد هو فروقات راتب أو مكافأة استشهاد وليس مكافأة نهاية خدمة، يجيبه يسلمه إلى الطابق الثاني مدير قسم المكافآت 6 نسرين مباشرة بنفس الأسبوع راح تنزل المكافأة له. يعني هسه الأخ ليث، العفو الأخ المتصل شقيق الشهيد ليث، معاملته كاملة وواصلة للصرف بس متوقفة على مود المبلغ اللي طالع عليهم. تمام، شكرا جزيلا للتوضيح. الأخ الملازم أول عمر، عندك إضافة؟ شكرا جزيلا سيدي. مثل ما اسلفنا سابقا، مقابلات وكيل الوزاره لشؤون الشرطه مستمره يوم الاربعاء، يوم غدا لجنه المقابلات السيد وكيل الوزاره لشؤون الشرطه وسيد مدير علاقات اعلام الوكاله العميد غسان، تحياتنا له، وضباط هذه اللجنه متواجدين لغرض استلام هذه الطلبات وعرضها انظار السيد الوكيل بحضوره طبعا. تحياتي. سيدي، فندعو الاخوان الضباط و المنتسبين وكذلك المواطنين من لديه أي شكوى أو مناشدة الحضور إلى مقر وكالتنا الساعة 10 إن شاء الله راح نلبي جميع الطلبات والمناشدات. تحياتي لك، شكرا جزيلا. الرائد مهند، أكو إضافة؟ نعم سيدي، أريد أنوه المشاهدين الكرام بأنه المقابلات الأسبوعية اللي كانت بقيادة قوات الحدود بمديرية الإدارة الأميرة صارت كل واحد بالشهر وكل 15 بالشهر. تمام. وذلك بسبب تدري الإجازات الطويلة للمنتسبين ما يلحقون كل أربعاء، عندنا مثلا 15 يوم ب 15 يوم، عندنا 10 ب 10 7 ب 7 على مود هذا الوقت يرهم للجميع ويكون متناسب. يعني يوم واحد بالشهر مقابلة يوم بالشهر 15 يتوجهون مقابلة 10 صباحا في قيادة قوات الحدود. تمام. المقدم حيدر، إضافة نصيحة توجيه. نعم أخويا ناطق، احنا بداية ننصح أخواننا المواطنين مباشرة بتوجه لمواقع التسجيل لإصدار إجازات السياقة، هاي واحد. أما فيما يخص المقابلات فمقابلات السيد مدير المرور العام المحترم لواء طارق تكون كل يوم أربعاء حصرا للضباط والمنتسبين وكذلك الأخوة المواطنين من لديهم معاملاتهم فيها خلل او يستطيع المواطن يوم كل اربعاء ابوابنا مفتوحه للاخوه المواطنين، مراجعتنا كل يوم اربعاء من الساعه 8 لغايه
انتهاء اخر مواطن او اخر منتسب. تمام. نعم اخوي. تحياتي لك، شكرا جزيلا. العقيد جاسم، اكو اضافه تخص المناشدات الحلقه السابقه؟ اشكرك مقدم نادر. طبعا هناك في الحلقه السابقه كانت هناك مناشدتين من الشرطي باقر عبد النبي عبد الصاحب، وكذلك المفوض المتقاعد فارس محسن عبد اللطيف. اتمنى انه يشاهدون الحلقه للاجابه. طبعا بعد الاتصال بهم شخصيا تم الاتصال بالشرطي باقر عبد النبي، وتبين انه تمت اعادته بعد هروبه للدوام الرسمي على ملاك شرطة الاتحادية، ولم يتقاضى راتب لحد الآن. تم الاتصال بالعميد ضياء مدير ملاك الشرطة الاتحادية، وبدوره تم الاتصال بمدير الحسابات الشرطة الاتحادية، وبينه كافة الإجراءات مكتملة بصدده، إلا أن التخصيصات المالية غير كافية. وسوف يتم صرف كافة رواتب بعد توفر التخصيص المالي. تمام. أما بالنسبة للمفوض المتقاعد فارس محسن، طبعا المفوض فارس هو متقاعد من 2014، ولكن لديه معاملة احتساب فصل سياسي. تم الاتصال بالمقدم محمد مريوش، طبعا مشكور في مديرية إدارة المراتب قسم ترقية المراتب، وبين بأن كان هناك تأخير في معاته بسبب عدم صحة صدور وثيقة الدراسية. بعد ورود صحة الصدور تم اكتمال كافة الإجراءات، وحاليا هناك مذكرة بصدده، وإن شاء الله عن قريب سوف يتم إصدار أمر إداري بتحديد فترة الفصل السياسي ودرجته الوظيفية إن شاء الله. تحياتي لك، شكرا جزيلا. المقدم أنمار. أشكرك أخي مقدم ناطق. أحب أن ننوه أيضا أنه مقابلات السيد حسن فرح عرداوي، الدكتور حسن فرح عرداوي مدير الخدمات الطبية، هي كل يوم بإمكان أي جريح أو أي مريض توجه المقابلات. وأيضا فيما يخص المستوصف الشهيد، أوجه شكري للرائد حيدر اللي تواصلوا معنا عبر التعليقات بخصوص أي حالة طبية، وأيضا الرحمة والخلود لجميع شهدائنا. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. زين، و أود أنه يعني أختم كلامي بكلمة بسيطة، أنه لا نود أنه يتم المزايدة على دور وزارة الداخلية. الأخ نقيب علي ذكر قبل قليل أنه فقط هذا الأمر الإداري اللي يخص فيما صرف المتعلقات في هيئة التقاعد هي 11 ألف شهيد في وزارة الداخلية، والعدد في تزايد. فنحن لن نذخر أي قطرة. نعم. من 2014. نعم. نعم. هذه أكيد هذه الدماء معروفة ومشخصة لدى كل مواطن عراقي. الرائد علي، إذا عندك أي إضافة تخص بداية الحوار. نعم سيدي، عندنا يعني رسالة للمواطن العراقي. نعم. بخصوص موضوع المراجعات للدوائر. نعم. يعني بعض الأحيان المواطن يراجع الدائرة يغفل بعض المستمسكات. نعم. المستمسكات الأصولية عند مراجعة البطاقة الوطنية تكون بحوزتك، الهوية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن. تمام. هذه المرافقات الأساسية. نعم، هاي أنت راح تحتاج قبل الحصول على البطاقة الموحدة. أي، عند مراجعتك الدائرة ذني المستمسكات اصطحبهن وياك، حتى أنت لا تصير عندك، لأنه حتى يستدلون، يعني حتى يصير عندك مرتين ثلاثة تراجع الدائرة بيوم واحد للسهولة. تمام. لك، ويعني إحنا خدمة المواطن هو شرف أن، وإحنا يصعب علينا يجينا مواطن يوصل الدائرة. يمكن السيد المقدم يأيدني. نعم. بالرأي أنه بعض المواطنين يجي يوصل بعدين يتفاجئ أنه عنده مستمسك أصلي وثبوتي. نعم. هو يحتاجه بعدين يرجع عليه. تمام. يكون يعني عرقلة. تمام. إذن هي نصيحة لكل إخواننا اللي محصل على البطاقة الموحدة يأخذ البطاقة الموحدة، والبطاقة السكن تعتبر هي المستمسكات الكاملة، واللي يروم استحصال البطاقة الموحدة يأخذ المستمسكات الجنسية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن. طبعا ما بقى عندنا وقت إلا نقدم لكم بشكر والتقدير لكل السادة المشاهدين والمتابعين. طبعا لما نقول بعد الحلقة الاتصال بالسادة المواطنين اللي تصوبينا قد يكون بعد الحلقة وقد يكون بالأيام اللاحقة، لأن تعرفون أكو إجراءات. إحنا عندنا حلقتنا أسبوعية، فإذا ما صار اتصال بأول يوم ثاني يوم يعني معناته ما غفلنا. ومثل ما تلاحظون أنه الحصيلة بالمناشدات السابقة للحلقة السابقة تطلع ونذكرها، وإحنا نعتذر من خلال الشاشة عن أي تقصير إذا قد يكون سهوا. أوجه شكري وتقديري لكل السادة المشاهدين وكادر الإخراج والمتابعة راد مصطفى، وكنت معكم في الإعداد والتقديم المقدم ناطق حمدان. إلى اللقاء.